جاء فيروس كورونا ليغير العالم ويحصد الكثير من الأرواح، ثم ظهر اللقاح ليحصن الملايين من البشر، وأيضاً ليجمد مسيرة كايري إيرفينغ نجم فريق بروكلين نتس في الدوري الأمريكي لكرة السلة NBA، رفض تلقي لقاح كورونا والعواقب جاءت وخيمة. اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً استبعد من فريقه على خلفية عدم تلقيه اللقاح. بدأت أزمة إيرفينغ عندما أعلنت مدينة نيويورك التي يقع فيها نادي بروكلين نتس عن بروتوكول صحي يمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا دخول المنشآت الرياضية العامة، وبالتالي لن يكون إيرفينغ قادراً على المشاركة في 41 مباراة يخوضها بروكلين نتس على ملعبه باركليز سنتر هذا الموسم. الوضع ازداد سوءاً عندما غاب إيرفينغ عن تدريبات نتس لمدة أسبوع لعدم قدرته على دخول منشآت النادي، قبل أن تخرج مدينة نيويورك وتعلنها منشأة خاصة، مما فتح الباب أمام عودة إيرفينغ للتدريبات. لكن جاءت الصدمة. شون ماركس المدير العام للنادي خرج وأعلن إبعاد إيرفينغ عن الفريق بشكل كامل وليس في المباريات التي تقام على ملعبه فقط. لقد قررنا أن كايري إيرفينغ لن يلعب أو يتدرب مع الفريق حتى يصير مؤهلاً للتواجد معنا بدوام كامل. كايري اتخذ قراراً شخصياً ونحن نحترم حقه في الاختيار، لكننا لن نسمح لأي فرد في الفريق بالتواجد معنا بدوام جزئي. هذا لن يكون عادلاً، ليس فقط للفريق والجهاز الفني والجماهير، ولكن أيضاً لكايري. ليخرج إيرفينغ في بث مباشر عبر حسابه في إنستغرام ويدافع عن نفسه: يحق لكل شخص أن يفعل ما يشعر أنه الأفضل لنفسه. من المحزن رؤية هذا الأمر يقسم عالمنا. الناس يفقدون وظائفهم. أنا لست معارضاً للتطعيم ضد كورونا، بل كل ما في الأمر أنني أفعل ما أظنه الأفضل لي. لا أشعر بالإطمئنان، وهذا أمر عادي، وأدرك عواقب القرار الذي اتخذته. لكننا نعيش في أوقات مجنونة. أنا لم أؤذي أي أحد، لم أرتكب جريمة. ولو اخترت تلقي اللقاح فأنا أدعمك، افعل الأفضل لك، وسأواصل الصلاة لكل من فقدوا أحبائهم بسبب الوباء. اخترت الأفضل لي، هل أرغب حقا في خسارة الأموال؟ هل تعتقدون أنني أريد التفريط في حلم تحقيق اللقب أو أنني أريد التخلي عن وظيفتي؟ لن أعتزل. ووفقاً لشبكة ESPN، فإن إيرفينغ سيخسر 380 ألف دولار أمريكي عن كل مباراة داخلية لبروكلين نتس، مما يعني أنه قد يخسر 17 مليون دولار هذا الموسم. وذكرت مجلة رولينج ستونز الأمريكية أن إيرفينغ تفاعل في وقت سابق مع منشورات على إنستغرام روجت لفكرة أن لقاح كورونا هو مخطط شيطاني هدفه ربط أدمغة المواطنين السود بحاسوب مركزي عن طريق رقاقة مزروعة. ولطالما أثار إيرفينغ الجدل بآرائه خلال مسيرته، فشكك في وقت سابق في هبوط الإنسان على القمر، كما صرح في 2017 أن الأرض مسطحة، قبل أن يخرج لاحقاً ويقول إنه كان يمزح وإن تصريحاته فهمت بشكل خاطئ. لكن عندما سئل في عام 2018 عما إذا كانت الأرض كروية، أجاب: لا أعرف، لا أعرف حقاً. ودعا إيرفينغ الناس إلى التحقق بأنفسهم من المعلومات وألا يصدقوا ما يقال لهم، لأن النظام التعليمي معيوب على حد قوله. اللاعب الذي يتبع حمية غذائية نباتية منذ عام 2016 قام بكثير من الأعمال الخيرية في السنوات الماضية. في العام الماضي أهدى منزلاً لعائلة جورج فلويد الذي قتل على يد أحد رجال الشرطة، كما سبق له التبرع ب 300 ألف دولار لبنك الطعام، وكذلك تبرع بمليون دولار و 500 ألف دولار للمساهمة في دفع أجور لاعبات دوري كرة السلة الأمريكي أثناء توقف النشاط الرياضي خلال تفشي فيروس كورونا. وفي مطلع العام الجاري أسس مركز مياه يعمل بالطاقة الشمسية في باكستان،
وسبق لإيرفينج الفوز بلقب NBA عام 2016 مع كليفلاند كافاليرز. وفي عام 2012 فاز بجائزة روكي التي تمنح لأفضل لاعب يخوض موسمه الأول في الـNBA.